كما تعد هذه الزياره فرصه بامكاننا استغلالها سويا لتجديد التزامنا قصد توسيع مجالات تعاوننا العسكري والتطرق بكل براغماتيه وموضعيه للمسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقه في هذا السياق يتميز الوضع الأمني السائد على الساحة الدولية بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات. وترتب عن هذا الوضع اضطراب النظام العالمي القائم، مما يتطلب أكثر من أي وقت مضى تعبئة كافة الفاعلين للانخراط في رؤية جديدة لقانون الدولي أكثر إنصافاً، تسمح بضمان الاستقرار والتنمية والرفاه لكافة الشعوب دون تمييز. فيما يخص التعاون العسكري الثنائي، أود التنويه بنوعية التعاون الثنائي، وبالمستوى المبلوغ الذي ينعكس من خلال النشاطات المختلفة المنفذة في إطار تبادل الخبرات المتعلقة بالإرهاب. وكذا تكوين مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والمساعده التقنيه كما اود بهذه المناسبه ان اعبر عن الاستعداد التام للقياده العليا للجيش الوطني الشعبي لترقيه اكثر لمجالات التعاون العسكري الثنائي خاصه ان الحوار العسكري المشترك الذي شرع فيه سنة 2005، يحدد أهدافاً جد طموحة في هذا المجال. أود التأكيد بهذه المناسبة أن الجزائر تتشبث بمبدأ عدم الانحياز، وهي غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضاً على استقلالها. وقرارها السياسي السيد وتتعامل في إطار خدمة مصالحها مع الدول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية في الختام أجدد لكم ارادتنا من أجل إرساء تعاون يكون في مستوى طموحات الطرفين كون بلدينا منخرطان في مسار تحسين الوضع الأمني في القارة الأفريقية وبإمكانهما تقديم العون والمساعدة لبعض البلدان التي هي بحاجة إليها من أجل الاضطلاع بمهامها السيادية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسلم والأمن.